بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ثم قال حفظه الله تعالى صلاة الجماعة. نعم. وتجب على الرجال البالغين الأحرار في الصلوات الخمس صلاة الجماعة على الكفاية أي فرض كفاية وهو مهم قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات لفاعله أما في الجمعة فهي فرض عين وتكون الجماعة مسنونة في نحو العيدين والكسوفين ومباحة في الرواتب في كل محل بحيث يظهر الشعار بإقامتها فلو أقامها الناس جماعة في بيوتهم لم يسكت فرض الكفاية عنهم. قال رحمه الله تعالى صلاة الجماعة. قال وتجب على الرجال البالغين الأحرار في الصلوات الخمس أي تجب صلاة الجماعة على الرجال البالغين الأحرار فالرجال يخرج النساء فالجماعة بالنسبة للنساء مستحبة البالغين الأحرار المقيمين لأن الجماعة للمسافرين مستحبة ليست فرض كفاية. قال وتجب على الرجال البالغين الأحرار في الصلوات الخمس أما الجماعة في غير الصلوات الخمس ففيها تفصيل فقد تكون فرض عين كما هي في صلاة الجمعة والجماعة في الجمعة فرض عين في الركعة الأولى الجماعة في الجمعة فرض عين في الركعة الأولى فلو أنهم في الركعة الثانية نووا المفارقة وأتم كل واحد الصلاة بنفسه صحت الصلاة صحت الجمعة. قال صلاة الجماعة على الكفاية وما معنى فرض الكفاية؟ قال هو مهم قصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات لفاعله أي أن فرض الكفاية ما يقصد الشارع أن يحصل من غير النظر إلى الفاعل وإنما النظر إلى الفعل. قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في نظم جمع الجوامع فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين أي أن الأستاذ وإمام الحرمين ووالد إمام الحرمين يقولون إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. نعم. قال بعد ذلك أما في الجمعة فهي أي الجماعة فرض عين أي في الركعة الأولى وتكون الجماعة مسنونة في الصلوات التي تسن لها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الخسوفين والاستسقاء وتكون الجماعة مباحة في الرواتب وتكون الجماعة مكروهة كما في صلاة الأداء خلف القضاء وصلاة القضاء خلف الأداء وكذلك في من صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك إذا صلى خلف إمام فاسق في هذه الأحوال ونحوها تكون الجماعة مكروهة وتكون الجماعة ممنوعة إذا اختلف نظم الصلاتين مثلا كأن يصلي صلاة الصبح خلف من يصلي الجنازة أو يصلي صلاة الظهر خلف من يصلي الكسوف بالكيفية الكاملة وهي أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. نعم.
قال ثم قال وتدرك جميع فضيلة الجماعة بإدراك الإمام قبل التسليمة الأولى ولو لم يقعد معه أما الجمعة قال وتدرك فضيلة الجماعة بإدراك الإمام قبل التسليمة الأولى فلو نطقت الراء من الله أكبر قبل أن ينطق الإمام بالميم من السلام عليكم فقد أدركت فضل الجماعة قلت الله أكبر قال السلام عليكم قد أدركت فضل الجماعة إذن فضل الجماعة يدرك بأن ينطق المأموم الراء من تكبيرة الإحرام قبل أن ينطق الإمام بالميم من السلام عليكم قال وتدرك جميع فضيلة الجماعة بإدراك الإمام قبل التسليمة الأولى ولو لم يقعد معه أي ولو كنت لازلت في حالة القيام أما الجمعة أما الجمعة فتدرك بركعة فإذا جاء المأموم إذا جاء المسبوق والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية أي صار الإمام معتدلا في الركعة الثانية فإن الجمعة قد فاتت على ذلك الشخص وعليه أن يصلي ظهرا نعم وأقلها أي الجماعة في غير الجمعة كما سيأتي إمام ومأموم وكثرة الجمعة مستحبة إلا في السوار قال وأقلها أي وأقل الجماعة إمام ومأموم أي اثنان وأما الجمعة فأقل عدد تنعقد به الجمعة 40 كما سيأتي وكثرة الجمع مستحبة إلا في صور كان يكون الإمام فاسق مثلا إمام الجماعة الكثيرة فاسق وإمام الجماعة القليلة عدل فالجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة هذا من الصور واضح؟ إذا كان عندنا مسجدان مسجد جماعته كثيرة لكن إمامه فاسق ومسجد جماعته قليلة لكن إمامه عدل فالجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة التي إمامها فاسق واضح؟ نعم تفضل أحسن الله إليكم ثم قال ثم ذكر جملة من شروط القدوة وهي قال ثم ذكر جملة من شروط القدوة والمراد بشروط القدوة أي شروط صحة الصلاة جماعة شروط صحة الصلاة جماعة نعم أولا عدم اقتداء الرجل بالمرأة فقال رحمه الله تعالى لكن لا يقتدي الرجل بامرأة فلا تصح صلاته خلفها بخلاف صلاة المرأة خلف المرأة والرجل أو المرأة خلف الرجل فتصح عندك 4 صور إذا كان الرجل إماما فصلى خلفه رجل تصح الصلاة إذا كان الرجل إماما وصلت خلفه امرأة تصح الصلاة إذا كانت المرأة إمامة فصلى خلفها رجل لا تصح إذا كانت المرأة إمامة فصلت خلفها امرأة تصح الصلاة فعندنا 4 صور 3 صور تصح وصورة واحدة لا تصح وهي أن تكون المرأة إمامة والرجل مأموما قال الثاني عدم اقتداء القارئ بالأمي عدم اقتداء القارئ بالأمي تعريف القارئ القارئ هو الذي يحسن الفاتحة من كان يحسن الفاتحة يسمى قارئا وإن كان لا يحسن غيرها ومن كان لا يحسن الفاتحة يسمى أميا حتى وإن كان يتكلم بعدة لغات مثلا ما دام أنه لا يحسن الفاتحة يسمى أميا وبالتالي نقول لا تصح صلاة القارئ الذي يحسن الفاتحة خلف أمي لا يحسن الفاتحة واضح؟ لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهل تصح صلاة أمي خلف أمي؟
نقول إذا اتحدا في الحرف المعجوز عنه صحت، وإن اختلفا في الحرف المعجوز عنه لا تصح. إن اتحدا في الحرف المعجوز عنه، مثلا هذا يعجز عن نطق حرف السين فينطق السين زايا، تمام، وذاك عاجز عن نطق حرف السين فينطق السين صادا، تمام. نقول هذا وهذا اتحدا في الحرف المعجوز عنه وهو السين، حتى وإن كان هذا يبدله بحرف وهذا يبدله بحرف آخر، لكن الحرف المعجوز عنه واحد، إذن لو صلى أحدهما بالآخر صحت الصلاة. لكن إذا كان هذا يعجز عن النطق بحرف الغين وذاك يعجز عن النطق بحرف السين مثلا، فلا يصح أن يصلي أحدهما بالآخر، تمام. قال هنا عدم اقتداء القارئ بالأمي، فقال رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاة من يعرف الفاتحة ويسمى قارئا بمن يغير حرفا منها ويسمى أميا، وتصح صلاة العدل خلف الفاسق والبالغ خلف المراهق. تصح صلاة العدل خلف الفاسق مع الكراهة، وتصح صلاة البالغ خلف المراهق أي خلف الصبي المميز الذي لم يبلغ يسمى مراهقا، وتصح صلاة الحر خلف العبد. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى: يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل، لا امرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل. واضح؟ قال: يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم، أي الحر والبالغ والعدل أفضل، لكن سواهم أفضل، لا امرأة بذكر، أي لا تصح إمامة المرأة بالذكر، لا امرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل، أي الأمي لا يصح أن يكون إماما لقارئ. فإذا صلى القارئ خلف أمي فصلاة القارئ باطلة. نعم. الثالث، أحسن الله إليكم، الثالث: ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام. نعم، ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى صورا يلزم الإنسان أن يعيد فيها الصلاة، منها كما ذكرت لكم من قبل: إذا تيمم الإنسان بسبب شدة البرد فإن هذا الذي لم يجد ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة أعضائه وكان البرد شديدا يصلي بالتيمم، لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا عذر نادر إذا وقع لا يدوم، قد مر هذا معنا. إذن هذا الشخص تلزمه الإعادة، وإذا كان هذا الشخص تلزمه الإعادة فلا يصح لنا أن نصلي خلفه، لا يصح لنا أن نصلي خلفه. ولذلك قال لكم: ولا تصح القدوة بمن تلزمه إعادة الصلاة. ثم ضرب مثالا قال: كمتيمم عاص بسفره، فالمتيمم العاصي بسفره يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة، ومتيمم لبرد يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة، وهكذا كل من وجب عليه إعادة الصلاة لا يصح لغيره أن يصلي خلفه. ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الإعادة ولا بمن قام إلى زيادة، كأن قام إلى خامسة كذلك لا توافقه، أي لا تتابعه، تمام. قال هنا: ولا تصح القدوة، تفضل. فقال: ولا تصح القدوة بمن تلزمه إعادة الصلاة كمتيمم عاص بسفره ومتيمم لبرد ومن كانت جبيرته على عضو التيمم، كذلك من كانت جبيرته على عضو تيمم
يجب عليه أن يصلي ثم بعد أن تزال الكبيرة عليه أن يعيد الصلوات. واضح؟ وهذا لم نذكره في درس التيمم في هذا الكتاب، لكن إن شاء الله إذا قرأنا كتابا آخر أوسع من هذا نذكر هذا إن شاء الله. تمام مولانا؟ أو تريدون الآن؟ نقول، لكن سأذكره مرة واحدة فقط، انتبه معي. نقول بارك الله فيكم، الجبيرة إما أن تكون على عضو تيمم أو تكون على غير عضو تيمم، حالتين. إما أن تكون الجبيرة على عضو تيمم أو تكون الجبيرة على غير عضو تيمم. أعضاء التيمم الوجه واليدين المرفقين. فإما أن تكون الجبيرة على عضو تيمم أو تكون الجبيرة على غير عضو تيمم. فإن كانت الجبيرة على عضو تيمم وجب عليه إعادة الصلاة مطلقا. انتهينا؟ وإن كانت الجبيرة على غير عضو تيمم، ننظر هل أخذت الجبيرة قدر العلة فقط، قدر الجرح فقط، كان يكون مثلا هذا الجرح، لا عفوا، على غير عضو تيمم، أن تكون في القدم مثلا، تمام؟ فإن كانت الجبيرة أخذت قدر الجرح فقط، كأن يضع المرهم أو الكريم على الجرح فقط، هذه الحالة الأولى، أن تكون الجبيرة أخذت قدر الجرح فقط. الحالة الثانية، أن تكون الجبيرة أخذت أكثر من قدر الجرح من أجل الاستمساك. واضح؟ الحالة الثالثة، أن تكون الجبيرة أخذت من الجرح زيادة على قدر الاستمساك. كم صارت الحالات؟ ثلاث. أن تكون الجبيرة على قدر الجرح، أن تأخذ الجبيرة أكثر من قدر الجرح للاستمساك، أن تأخذ الجبيرة زيادة على قدر الاستمساك. كم صارت؟ ثلاث حالات. فإن كانت الجبيرة على قدر الجرح فلا يلزمه إعادة الصلاة مطلقا، تمام؟ وإن أخذ، هذه الحالة الأولى، وإن أخذت الجبيرة زيادة على قدر الاستمساك فيلزمه إعادة الصلاة مطلقا. واضح؟ وإن أخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك فقط، ننظر إن وضع الجبيرة على حدث وجب عليه الإعادة، وإن وضع الجبيرة على طهر لم تجب عليه الإعادة. إذن كم صارت عندنا حالات؟ خمس حالات. في ثلاث حالات يعيد، في حالتين لا يعيد. واضح وغير واضح؟ أظنه غير واضح، يغلب على ظني أنه غير واضح. كأني نسيت أن أضع هذا في الشاشة. لا ليس هذا، لا. إذا نسيت أن أضعه. إذا نسيت أن أضع هذا في الشاشة.
إن شاء الله في الدورة القادمة. على كل حال الحالات خمس، في حالتين لا يعيد، في ثلاث حالات يعيد. إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم أعاد مطلقا، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت قدر الجرح فقط لا يعيد. إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم على غير عضو تيمم وأخذت الجبيرة زيادة على قدر الاستمساك فإنه يعيد مطلقا. إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت قدر الاستمساك فقط ووضع الجبيرة على حدث فإنه يعيد. وإذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على طهر فإنه لا يعيد. واضح؟ إن شاء الله. طيب فضل. أحسن الله إليكم. ثم قال لأن هؤلاء تلزمهم إعادة الصلاة. نعم. فلا تصح الاقتداء به، فلا يصح الاقتداء بهم حتى ولو كان المأموم مثل الإمام. حتى لو كان المأموم مثل الإمام، يعني كان الإمام متيمم للبرد، كان المأموم متيمم للبرد، نقول لا تصلوا جماعة، كل واحد يصلي لحاله، صلي أنت منفردا وأنت صلي منفردا. تمام. نعم. ثم قال الربيع ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه. نعم. فقال ولا تصيح قدوته بمن علم بطلان صلاته بما اتفق على بطلان الصلاة به بنحو حدث أو باعتقاد ذلك وإن لم يحكم بالبطلان كالاختلاف في القبلة. لا تصح الصلاة خلف من تعتقد بطلان صلاته، كأن كان الشخص محدثا فصلى بك إماما فلا يصح لك أن تصلي خلفه، هذا واضح. سواء كان هذا باتفاق على بطلان الصلاة كالصلاة خلف المحدث أو باجتهاد، كأن اختلفتم كنتم لا تعلمون القبلة، أنت وهو لا تعلمون القبلة، فهو قال القبلة هنا وأنت قلت القبلة هنا، واضح. أنت تعتقد أن اجتهاده غير صحيح وهو يعتقد أن اجتهادك غير صحيح، إذن لا يصلي أحدكما بالآخر. ولذلك قال هنا وإن لم يحكم بالبطلان كاختلاف القبلة، لكن أنت لا تجزم أن اجتهاده غير صحيح، يحتمل صح، وهو أيضا لا يجزم بأن اجتهادك غير صحيح. تمام. قال وإن لم يحكم بالبطلان كاختلاف القبلة أو في ثوبين أحدهما طاهر والآخر متنجس وكذا لا يصح الاقتداء. نعم تفضل. وكذلك لا يصح الاقتداء بمن قام إلى ركعة خامسة بل يفارق إمامه أو ينتظره. إذا قام الإمام إلى خامسة لا يصح للمأموم أن يتابعه، بل إما أن ينوي المفارقة ويسلم وإما أن ينتظره في الجلوس فيسلم مع إمامه. نعم. ثم قال الخامس أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويشترط أن ينوي الاقتداء بالإمام كما تقدم. نعم، وهذا قد تقدم معنا أن المأموم ينوي الاقتداء بالإمام. نعم. السادس أن يتابع المأموم الإمام حيث قال المصنف رحمه الله تعالى وأن لا يتقدم على الإمام بركنين فعليين، فإن تقدم بغير عذر بطلت صلاته وإن كان بعذر فلا تبطل، ولو تقدم على إمامه بركن. قبل أن أشرح لكم هذا، هذا موجود هنا، يمكن أن تنظر أنت. نقول بارك الله فيكم، انتبه معي انتبه معي. إذا تقدم، لا تنظر إلى السبورة، انظر إلي، look at me. انتبه. نقول إذا تقدم الإمام أو تأخر، إذا تقدم الإمام أو تأخر الإمام، أو نقول بالمأموم إذا تقدم المأموم أو تأخر المأموم عن الإمام فهذا له حالتان، إما أن يكون بركن فعلي
وإما أن يكون بركنين فعليين. واضح؟ مرة أخرى، إذا تقدم المأموم أو تأخر على الإمام فإما أن يكون بركن فعلي وإما أن يكون بركنين فعليين. فإن كان بركن فعلي فله حالتان، إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر. وإذا كان بركنين فعليين فله حالتان، إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر. كم صارت الحالات الآن؟ 4 حالات. سأعيدها عليك 4 واحدة واحدة. الحالة الأولى، إذا تقدم المأموم، مكتوب في الكتاب لكن أنا أريدك أن تنتبه، إذا تقدم المأموم على الإمام أو تأخر بركن فعلي واحد بعذر. هذه الحالة الأولى، بركن فعلي واحد بعذر، هذه الحالة الأولى. لا يأثم المأموم لأنه معذور ولا تبطل الصلاة. لا يأثم ولا تبطل الصلاة. واضح؟ حالة ثانية، إذا تقدم المأموم على إمامه أو تأخر بركن فعلي واحد من غير عذر يأثم لكن الصلاة لا تبطل. فهمنا؟ حالة ثالثة، إذا تقدم المأموم أو تأخر بركنين فعليين بعذر لا يأثم ولا تبطل الصلاة. تمام؟ بعذر لا يأثم ولا تبطل الصلاة. الحالة الرابعة، إذا تقدم المأموم أو تأخر على إمامه بركنين فعليين بلا عذر يأثم وتبطل الصلاة. إذن الحالة التي فيها بطلان هي إذا تقدم المأموم أو تأخر المأموم على إمامه بركنين فعليين من غير عذر، هنا يأثم وتبطل الصلاة. واضح وغير واضح؟ وهذا الذي ترونه أمامكم على السبورة، إذا تقدم أو تأخر عنه بركن فعلي، إذا كان بعذر فلا يأثم ولا تبطل الصلاة، إذا كان بغير عذر ننظر، فإن تقدم بركن تام عند ابن حجر هذا تفصيل فإنه يحرم، وأما التأخر عنه تمام به فإنه يكره ولا تبطل الصلاة في الحالتين. المهم لا تبطل الصلاة. تفصيل هذا بعد ذلك في المطولة. إذا تقدم أو تأخر عنه بركنين فعليين، إذا كان التقدم أو التأخر بغير عذر بطلت صلاته، إذا كان بعذر كسهو أو جهل لم تبطل صلاته. إذن ما الحالة التي تبطل فيها الصلاة؟ إذا تقدم أو تأخر بركنين فعليين بلا عذر يأثم وتبطل الصلاة. واضح؟ إذا فهمنا هذا بعد ذلك نقرأ، لكن قبل أن نقرأ أضرب لكم المثال. مثال ذلك، وسأضرب لكم مثال التأخر لأنه أكثر وقوعا، أن المأموم ينسى قراءة الفاتحة، وعندما ركع الإمام تذكر، فتخلف المأموم ليقرأ الفاتحة، الإمام راكع، اعتدل الإمام ولا زال المأموم قائما، سجد الإمام ولا زال المأموم قائما. إذن بكم حصل التخلف؟ بالركوع والاعتدال، بركنين فعليين، صح؟ هذا بعذر لأن صاحبنا هذا نسي قراءة الفاتحة. إذن هنا لا تبطل صلاته ولا يأثم لأنه بعذر. أما لو تخلف عن الإمام من غير عذر، فالإمام ركع واعتدل وهوى إلى السجود وصاحبنا لا زال في القيام من غير عذر، فإن صلاته تبطل. واضح؟ هذا صورة التخلف عن الإمام بركنين فعليين. وأما بركن واحد، بركن واحد كأن كان المأموم قائما فركع الإمام
واعتدل الإمام ولا زال هذا قائما، واضح؟ فإن كان معذورا لا يأثم، وطبعا لا تبطل الصلاة، وإن كان غير معذور يأثم والصلاة صحيحة. تمام؟ نعم، تفضل لو سمحت. أحسن الله إليكم. ثم قال: أن يتابع المأموم الإمام حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن لا يتقدم على الإمام بركنين فعليين، فإن تقدم بغير عذر بطلت صلاته، وإن كان بعذر فلا تبطل، ولو تقدم على إمامه بركن فعلي واحد فلا تبطل وإن كان عامدا لكنه يأثم. انظر، ولو تقدم على إمامه بركن فعلي واحد فلا تبطل صلاته، وإن كان عامدا، أي وإن لم يكن بعذر لا تبطل صلاته، لكن إذا كان عامدا يأثم. تمام؟ طبعا هذا الكلام إذا كان في غير تكبيرة الإحرام، ولذلك قال: إلا إذا تقدم بتكبيرة الإحرام أو السلام فتبطل. نعم، إذا تقدم بتكبيرة الإحرام أو السلام تبطل الصلاة. نعم. بل لو قارن إمامه في بعض تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. نعم، لم تنعقد صلاته، وهذا قد نبهتكم عليه عندما ذكرت لكم شروط تكبيرة الإحرام، وقلت لكم إن شروطها 20: دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة أخر. وفي قدوة أخر، أي أن المأموم يؤخر تكبيرة الإحرام عن تكبيرة إمامه، وفي قدوة أخر، وللقبلة جعلة. نعم. ومثل التقدم أتأخر بركنين فعليين، ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتخلف بهما. نعم، ولا يتخلف بهما، أي بركنين فعليين. ومثال التقدم أن يهوي المأموم للسجود والإمام قائم للقراءة. ومثال التأخر أن ينتهي الإمام من الاعتدال والمأموم في القيام مثلا، إلا لعذر كمن نسي الفاتحة أو شك فيها بعد ركوع إمامه وقبل ركوعه، فيجب التخلف لقراءة الفاتحة ويغتفر له إلى ثلاثة أركان طويلة. قال: إلا لعذر. لو أن المأموم عندما ركع الإمام تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، عندما ركع الإمام تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة، نقول: اقرأ الفاتحة. قال: أنا سأقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة، الإمام ركع، اعتدل، سجد السجدة الأولى، سجد السجدة الثانية، واضح؟ الآن كم أركان هذه؟ ثلاثة أركان طويلة، لا تحسب منها الاعتدال، ولا تحسب منها الجلوس بين السجدتين: الركوع، السجدة الأولى، السجدة الثانية. يعذر المأموم إلى ثلاثة أركان طويلة. لو أن المأموم فرغ، انتهى من الفاتحة والإمام لا زال في السجود، مباشرة يأتي بما فاته ويدرك الإمام. لكن لو أن الإمام قام إلى الركعة التالية وصاحبنا لا زال في فاتحة الركعة السابقة، نقول: إذن أنت أيها المأموم حينئذ خلاص تدخل مع الإمام وتكمل وتأتي بركعة في آخر صلاتك. طيب يقول: أنا قد قرأت نصف الفاتحة، أعيد قراءة الفاتحة أو أكمل؟ لا، نقول: تبني على ما قرأت. واضح؟ وهذا ما سيذكر لكم الآن هنا. قال: أذن لما؟ طيب تفضل. وهي في ثم قال: ويغتفر له إلى ثلاثة أركان طويلة، وهي الركوع والسجدتان دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين. لو تعيد من قوله: أو كمن نسي الفاتحة. صلى الله عليكم. إلا لعذر كمن نسي الفاتحة أو شك فيها بعد ركوع إمامه وقبل ركوعه، فيجب التخلف لقراءة الفاتحة ويغتفر له إلى ثلاثة أركان طويلة، وهي الركوع والسجدتان
دون الاعتدال والجلوس بين سجدتين. لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران. نعم. فإن أكمل الإمام السجدة الثانية فإن المأموم إما ينوي المفارقة. قال فإن أكمل الإمام السجدة الثانية. الإمام أكمل السجدة الثانية وقام. والمأموم لا زال قائما في قيام الركعة السابقة. قال فإن أكمل الإمام السجدة الثانية فإن المأموم له خياران. ما هما؟ الخيار الأول إما أن ينوي المفارقة ويكمل الصلاة منفردا، والخيار الثاني أنه يستمر مع الإمام في صلاته ويبني على قراءته ويأتي بركعة في آخر صلاته. نعم. قال فإن المأموم، قال فإن المأموم إما ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا، أو يوافق الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلامه، وإذا وافقه بنى على ما قرأه. بنى على ما قرأه، أي لا يستأنف القراءة من البداية مرة أخرى، بل يبني على ما قرأ. نعم. فإن لم يفعل بطلت صلاته بركوع إمامه للثانية. نعم. فإن لم يفعل وركع الإمام بطلت صلاة المأموم. واضح؟ قال أما لو ركع الإمام. الآن انظر صورة هذه المسألة، أن الإمام ركع والمأموم لازال قائما، وقبل أن يركع المأموم شك أو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة. إذن نقول يجب عليك أن تتأخر لتقرأ الفاتحة. إذن متى تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة وهو لازال قائما؟ قبل أن يركع المأموم. الإمام ركع، نعم ركع الإمام، لكن المأموم لازال قائما. عندما ركع الإمام تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أما لو ركع الإمام والمأموم ركعا معا، ركع الإمام وركع المأموم، والمأموم في أثناء الركوع شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ. متى شك؟ في أثناء الركوع. هذا غير المسألة السابقة. تمام. قال أما لو ركع الإمام والمأموم ثم شك المأموم في قراءة الفاتحة فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه. يأتي بركعة بعد سلام إمامه. واضح؟ أي لا يعود للقيام ليقرأ الفاتحة، بل يكمل مع الإمام، ثم بعد أن يسلم إمامه يأتي بركعة بدل ما فاته. نعم. للشك في قراءة الفاتحة. نعم. قال أما لو ركع الإمام والمأموم ثم شك المأموم في قراءة الفاتحة. نعم. فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه ويسجد لسهوه لاحتمال الزيادة. نعم. أو كان بطيء القراءة فيتمها ويعذر إلى تمام الركعة، فإن أتم الإمام الركعة وهو أي المأموم فيها لا زال في قراءة الفاتحة وافقه، أي وافق المأموم الإمام وأتى بركعة بعد سلام الإمام. نعم. وإن أتمها أي الفاتحة قبل فراغ الإمام من الركعة، بأن كان الإمام ساجدا مثلا ركع ووافق الإمام. واضح أو لا؟ نفس الكلام السابق. الإمام ركع، المأموم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة أو شك في أنه قرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة، نقول للمأموم إذن تتأخر لقراءة الفاتحة. الإمام راكع، فالمأموم يقرأ الفاتحة، الإمام اعتدل، الإمام سجد السجدة الأولى، السجدة الثانية، نقول إذا انتهيت أيها المأموم والإمام في السجود فاركع واعتدل وادركه في السجود. واضح؟ أما إذا كان الإمام قد قام فأنت أيها المأموم حينئذ توافق الإمام، إن لم تنوي المفارقة توافق الإمام ثم تأتي بركعة بعد سلام الإمام. نعم. تفضل. وإذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح
فركع الإمام وهو لا زال في الفاتحة عذر كما تقدم. قال وإذا اشتغل الموافق، من الموافق؟ الموافق هو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة. الموافق هو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة، سيأتي معكم في الكتاب. الموافق من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة. نفترض على سبيل المثال أذان، طيب أذن بعد أذن. Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد الموافق بارك الله فيكم إذا اشتغل وقلت لكم الموافق هو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة جيت أو دخلت مع الإمام سواء جيت وأدركت قدر الفاتحة أو دخلت مع الإمام من البداية واشتغلت بقراءة دعاء الاستفتاح والتعوذ وبدأت أقرأ الفاتحة مثلا فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ركع الإمام واضح؟ حينئذ حكمي ما تقدم أنني أتخلف أتأخر لإكمال قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام بحسب ما تقدم أي يعذر في ركنين فعليين ولذلك قال لكم هنا وإذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح فركع الإمام وهو لا زال في الفاتحة عذر كما تقدم أي يعذر في ركنين فعليين إلى ثلاثة أركان طويلة نعم إلى ثلاثة أركان طويلة واضح؟ أما هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للموافق أما للمسبوق من المسبوق؟ المسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام قدر قراءة الفاتحة هذا المسبوق له حالتان انتبه معي الحالة الأولى أنا جئت كبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر مباشرة قرأت الفاتحة دون دعاء استفتاح ولا تعوذ مباشرة قرأت الفاتحة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ركع الإمام حينئذ أترك الفاتحة وأتابع الإمام هذه الحالة الأولى الحالة الثانية جئت وأنا مسبوق الله أكبر قرأت دعاء الاستفتاح قرأت التعوذ بدأت أقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ركع الإمام حينئذ يجب علي أن أقرأ من الفاتحة قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ يجب علي أن أقرأ من الفاتحة قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ ثم إذا قرأت قدر دعاء الاستفتاح والتعوذ وأدركت الإمام راكعا فبها ونعمت وإن رفع الإمام إلى الاعتدال وأنا لازلت قائما فإنني أوافق الإمام مباشرة لا أركع أوافق الإمام مباشرة وآتي بركعة بعد سلام الإمام فهمنا أو لم؟ وهذا سيأتي معكم الآن تفضل أحسن الله إليكم ثم قال أما المسبوق الذي انشغل بدعاء الاستفتاح والتعوذ فالمعتمد أنه لا يعذر بل يجب أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به يجب أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به نعم ثم إن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة إن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة تمام وإن لم يدركه فله حالتان نعم الحالة الأولى أن يوافق إمامه في الاعتدال وما بعده وجوبا ولا يركع ولا يركع يوافق الإمام مباشرة في الاعتدال لا يركع تمام لأنه لا يحسب له ولذلك قالوا فإن ركع عالما عامدا بطلت صلاته تمام وأتى بركعة آخر صلاته هذه الحالة الأولى وإذا أراد أنه لا يوافق الإمام ويكمل صلاته منفردا فله ذلك قال أو يفارقه ويكمل صلاته منفردا نعم مباشرة اقرأ الحالة الثانية أن يفارقه ويكمل صلاته منفردا نعم وإن لم يشتغل عقب تحرمه بسنة كدعاء الاستفتاح والتعوذ يعني جيت مباشرة أنت مسبوق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام أيوة وإن لم يشتغل عقب تحرمه بسنة كدعاء الاستفتاح والتعوذ وركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه وتحمل الإمام عنه القراءة واضح؟ نعم
قال والمراد والمراد بالموافق من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة والمسبوق من لم يدرك مع الإمام قدرا يسع الفاتحة سواء من الركعة الأولى أو غيرها. نعم. بعد ذلك قال ثم بعد ذلك قال أن يتوافق نظم الصلاتين، أي من شروط الجماعة أن يتوافق نظم الصلاتين، وهذا كما ذكرت لك أن الجماعة قد تكون ممنوعة أي محرمة أي لا تصح الصلاة فيها، وذلك إذا اختلف نظم الصلاتين، كأن صلى صلاة الصبح خلف من يصلي الجنازة، أو صلى صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف بالكيفية الكاملة. نعم. أن يتوافق نظم الصلاتين كما قال المصنف، وأن يتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم فيصح مع الكراهة، الفرض خلف النفل والظهر خلف العصر وعكسها. قال مع الكراهة، الفرض خلف النفل، الظهر خلف العصر وعكس ذلك. تمام. وإن كان بعضهم يقول في الفرض خلف النفل يقول ليس مكروها وإنما خلاف الأولى، وبعضهم يقول مكروه. تمام. لكن في الظهر خلف العصر وفي الأداء خلف القضاء وفي القضاء خلف الأداء هذا مكروه. نعم. ومثل هذا الأداء خلف القضاء، فلا يشترط التوافق في النية ولا عدد الركعة. لا يشترط التوافق في النية في مذهب الشافعي وأحمد، وإن كان يشترط ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك، ولا يشترط التوافق في عدد الركعات، ولذلك يصح أن يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء، وأن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، وأن يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر، وأن يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح، مع أن عدد الركعات غير متوافق، يصح ذلك. نعم. أما لو اختلف نظم صلاتين كمغرب خلف كسوف وصبح خلف جنازة فلا تصح. نعم. ثم السابع من شروط القدوة أن لا يتقدم المأموم على إمامه في المكان يقينا. ألا يتقدم المأموم على إمامه في المكان يقينا، والعبرة بالتقدم إذا كان قائما بالعقب، بالعقب، والعقب أسفل القدم ليس الكعب، العقب، عرفت مولا الذي في الخلف. نعم. واضح. قال والعقب، قال وهو العقب إن صلى قائما، والأليين إن صلى قاعدا. نعم. وهو العقب إن صلى قائما والأليين إن صلى قاعدا. نعم. الأليين أي المؤخرة. نعم. وتكره مساواة المأموم للإمام. وتكره مساواة المأموم للإمام. نعم. وهناك شروط أخرى تجدها في موضعها من كتب الفقه، والله أعلم. أحسن. صلاة الجمعة. ثم قال بعد ذلك المؤلف حفظه الله تعالى صلاة الجمعة. الأفصح ضم الميم، وسميت بذلك لاجتماع الناس لها، وقيل لغير ذلك، وكانت تسمى في الجاهلية يوم العروبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب على المسلم الحر المكلف الذكر المقيم الصحيح صلاة الجمعة، فلا تجب إلا على من اتصف بهذه الأوصاف. نعم. دون الكافر والعبد والصغير والمجنون والمرأة والمسافر والمريض مرضا يشق معه الحضور إليها، لكن المريض إذا حضر محل إقامة الجمعة في وقتها وجبت عليه وحرم عليه الانصراف قبل أن يصليها، إلا إذا شق عليه الانتظار بأن زاد مرضه مثلا. تجب الجمعة على من اتصف بسبعة صفات: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، ذكرا، صحيحا، مقيما. فمن اتصف بهذه الصفات السبع وجبت عليه الجمعة. وقولنا مقيم، المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به الجمعة، والمقيم
ليس المسافر وليس المستوطن. فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما مستوطن، وإما مقيم، وإما مسافر. إما مستوطن، وإما مقيم، وإما مسافر. فمثلا من كان وطنه هذا المكان لا يرحل عنه لا صيفا ولا شتاء، حتى إذا رحل لغرض ما كعلاج أو تجارة عاد إليه، هذا يسمى مستوطن، اتخذ المكان وطنا. وأما من أتى إلى مكان وبقي فيه أربعة أيام فأكثر لكنه لم يتخذ المكان وطنا في نيته أن يعود إلى وطنه، فهذا يسمى مقيم، حتى وإن بقي في المكان 10 سنين هذا يسمى مقيم. ولذلك الطلاب الذين يأتون إلى المعاهد والجامعات يبقون 4 سنوات أو 7 سنوات وهم لا ينوون أو لم يتخذوا هذا المكان وطنا، هؤلاء يعتبروا مقيمين ليسوا مستوطنين. هل تجب عليهم الجمعة؟ نعم تجب عليهم الجمعة. هل تنعقد بهم الجمعة؟ لا تنعقد بهم الجمعة. ما معنى لا تنعقد بهم الجمعة؟ أي لا يحسبوا من 40، فالجمعة لا تقام إلا في 40. هؤلاء المقيمون لا يحسبون منهم، فهمنا؟ ما فهمت؟ لا بأس، يصح أن يكون خطيبا، حتى المسافر يصح أن يكون خطيبا، لكن لا يحسب من 40. يعني أعطيك مثال: في المعهد الذي أنا فيه في جوجاكرتا، إذا عاد الطلاب إلى بيوتهم نبقى نحن، وأنا مقيم أصلا، أنا لست مستوطنا هنا، أنا سأعود إلى اليمن إن شاء الله، نبقى نحن الذين يعني يبقى من هم مستوطنون الذين بيوتهم في المعهد قليلون، لا يجاوزون 10 اللي هم مستوطنون. بالتالي على مذهب الإمام الشافعي هؤلاء لا تصح جمعتهم، حتى مع وجود الطلاب، حتى مع وجود الطلاب لا تصح جمعتهم، لأن المستوطنين ليسوا 40، فهمنا أو لا؟ هؤلاء الطلاب الذين في المعهد ليسوا مستوطنين، هؤلاء مقيمون يدرسون مدتهم ثم يعودون، لم يتخذوا هذا المكان وطنا. واضح؟ يشترط في إقامة الجمعة أن يكون العدد 40 من المستوطنين، أي من أهل البلد. فالمقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به، المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به. إذن صار عندنا كم أقسام؟ 3: المستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به، المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، تمام؟ المقيم تجب عليه الجمعة لكنها لا تنعقد به. فمثلا أعطيك مثال حتى يكون أوضح: أنا هنا في جنبر أنا مقيم، نفترض على سبيل المثال أن عدد المستوطنين هنا مثلا 30، المستوطنون ثلاثون، لكن المقيمين ما شاء الله كثير، نقول لا تصح أن تقيم الجمعة هنا على مذهب الشافعية. واضح؟ لا يصح. لماذا؟ نعم، لماذا؟ لأن من تنعقد بهم الجمعة هم المستوطنون وهم ليسوا 40. واضح؟ وليس هذا مذهب الشافعية فقط، اشتراط 40 في إقامة الجمعة حتى مذهب الحنابلة، مضت السنة أن الجمعة في 40 فصاعدا، كما جاء في حديث جابر عند أبي داود والنسائي، مضت السنة أن الجمعة في 40 فصاعدا. إذن هؤلاء 40 لابد أن يكونوا مستوطنين، فإن كانوا مقيمين
لا جمعة، لا تصح الجمعة. فهمنا بارك الله فيكم. لكن إذا نحن مقيمون أقيمت جمعة هنا في هذه القرية مثلا أو في هذه المنطقة، يجب علينا أن نذهب ونصلي الجمعة نحن المقيمون، فالجمعة بالنسبة لنا واجبة، لكن لا تنعقد بنا. أرجو أن يكون واضحا. لا بأس، يكون إماما تصح كل من صحت صلاته للجمعة يصح إمامته ويصح خطابه، لا مشكلة. لكن نحن نتكلم عن الانعقاد، سيأتي معنا هذا بعد قليل إن شاء الله. ولذلك لابد أن نفرق بين هذه الثلاث الأقسام، لأن البعض يظن أن المقيم والمسافر شيء واحد، وهذا غير صحيح. والبعض يظن أن المقيم والمستوطن شيء واحد، وهذا أيضا غير صحيح. المقيم قسيم للمستوطن وللمسافر. نعم تفضل. ثم قال حفظه الله تعالى: ويحرم عليه تركها للوعيد الشديد في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات تهاونا ختم الله على قلبه. ويحرم على من تجب عليه الاشتغال عنها ولو مختلفا. نعم، هذا التقسيم في السبورة يوضح لك الأمر. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. نعم بارك الله فيه. قال: ولو محترفا. ويحرم على من تجب عليه الاشتغال عنها ولو محترفا. نعم، أي صاحب حرفة كنجار وبناء أو فقيرا أو محتاجا ببيع أو غيره، ولو طلب علم أو عبادة. بعد الشروع في الأذان الثاني: ولو عقد البيع في هذا الوقت فلا يبطل معه حرمته. لا يبطل البيع مع حرمته. مع حرمته، أي أن البيع حرام بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لكنه إذا وقع فإن العقد صحيح. نعم سن الله إليكم. ويكره التشغل عنها بعد الزوال وقبل الأذان الثاني. نعم. ويستحب التبكير لها من الساعة الأولى في اليوم، والاشتغال بالذكر كقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتترك الجمعة بإدراك راعة، لأن الجماعة شرط فيها. وتدرك الجمعة بإدراك ركعة، لأن الجماعة شرط فيها. نعم. ولا يجوز له، أي لمن وجبت عليه ممن اجتمعت فيه الشروط السابقة، السفر ولو قصيرا من بلدها يوم الجمعة، أي بعد الفجر، إلا لبلدة أخرى تصلى فيها الجمعة. لا يجوز للإنسان أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر إلا إذا كان سيصلي الجمعة في طريقه، كأن ينزل في قرية أو مدينة فيصلي فيها الجمعة. أما إذا أراد السفر وهو عازم أنه لا يصلي الجمعة فليسافر قبل الفجر. واضح؟ نعم. ولذلك قال لكم: ولا يجوز له، أي لمن وجبت عليه الجمعة ممن اجتمع فيه الشروط السابقة، السفر ولو قصيرا من بلدها يوم الجمعة، أي بعد الفجر، إلا لبلدة أخرى تصلى فيها الجمعة لحصول المقصود بذلك. ويكره السفر ليلة الجمعة. نعم تفضل. لحصول المقصود بذلك ويكره السفر ليلة الجمعة. ثم قال: ومن ترك جمعة واحدة، ومثل ذلك من ترك الطهارة لها أو ترك شرطا أو ركنا مما لا خلاف فيه أو فيه خلاف واهٍ جدا، كصلاة الجمعة باثنين، فكأنه تارك لها ولو قال أصليها ظهرا. قال: ومن ترك جمعة واحدة، ومثل ذلك من ترك الطهارة لها أو ترك شرطا أو ترك ركنا وغير ذلك مما لا خلاف فيه أو فيه خلاف واهن جدا، كصلاة الجمعة باثنين، فكأنه تارك لها ولو قال أصليها ظهرا، أي أصلي الجمعة ظهرا، أنا لا أصلي جمعة، يقول أنا لا أصلي جمعة، أنا أصلي ظهر، فإنه يقتل.
واضح؟ لأن حد تارك الصلاة القتل بالسيف. قال فإنه يقتل بخروج وقتها حدا أي لا ردة. واضح؟ يقتل حدا لا ردة. نعم. ولو قال أصليها ظهرا يقتل بخروج وقتها حدا لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها. نعم. وحكمه بعد قتله حكم المسلمين فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بلا خلاف بخلاف من جحد فرضيته فرضيتها أحسن الله إليكم بخلاف من جحد فرضيتها فيقتل ردة ولو كان مصليا. من جحد فرضية الصلاة يقتل ردة لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة حتى وإن كان يصلي في الصف الأول. واضح؟ يقتل ردة. نعم. لإنكاره أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة كمن ترك صلاة مفروضة عينا بلا جحد لفرضيتها فإنه يقتل بخروج وقت العذر. نعم. ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الإمام أو نائبه. هذا الشرط، ولا يجوز قتله دون تقدم الطلب من الإمام أو نائبه، فيقول له الإمام صلي، إن لم تصلي نقتلك، يقول لا أصلي، حينئذ يقتل. واضح؟ لا أن يبادر شخص إلى قتله قبل أن يطلب الإمام منه أن يصلي، الإمام أو نائب الإمام. نعم. قال بلا عذر، قال بلا عذر كنوم ونسيان وإكراه. نعم. ثم قال تتمة، يشترط لصحة الجمعة شروط. جاء وقت الإقامة أو لا؟ ها؟ جاء وقت الإقامة، إذن هذه تتمة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.